الصورة من بعيد غير من قريب. في تفاصيل كتير لو عرفناها هنكتشف اننا كنا شايفين الصورة غلط وممكن فهمنها عكس معناها. اي صورة هي مربعات صغيرة متطلة ترتيب معين. مسرح الجريمة برضو صورة، بس للأسف اغلب مربعاتها مفقودة، واللي باقي منها هي الأدلة اللي بنمسك منها طرف الخيط عشان نوصل للحقيقة. عارفين الأفلام السينمائية اللي بتبدأ بماستر سين بعد كده نرجع فلاش باك لورا أيام شهور أو سنين؟ هو ده بالظبط الطب الشرعي، Reconstruction of the past، باستخدام أبسط الأشياء في مسرح الجريمة، لأن كل دليل يحكي جزء من القصة وجواه سر محتاج بس اللي يكشف عنه. ساعات بنسمع عن قضايا فضلت سنين طويلة من غير تفسير وفجأة تتفتح وتتحل. ده لأن الطب الشرعي بيستفيد من التقنيات الجديدة وبيطور أدواته ويرجع بقى يحلها بأثار راجع، لدرجة إن تقنيات كتيرة كانت خيالية عرضت في تمثيليات وأفلام زي CSI وبونز أصبحت في طريقها إنها تتحقق على أرض الواقع في القرن 21. تعالوا نستكشف بعض التقنيات دي ونشوف إزاي ساهمت في حل ألغاز من الماضي. هنتخيل إن إحنا في مسرح جريمة وعندنا أدلة وهنستخدم أحدث التقنيات في الكشف عنها. أول حاجة هنبدأ بيها هي مسرح الجريمة نفسه. أكيد كلنا شفنا شريط الأسفل وفريق البحث الجنائي وهو بيصور وبيرفع البصمات وبيجمع الأدلة، وفي نفس الوقت البوليس بيقوم بالتحريات بتاعته. مسرح الجريمة بيتفاد أول ما بنجمع الأدلة والجثة تروح للمشرحة ويتم تشريحها، بس لما يكون مكان عام بتبقى مشكلة لأنه لازم يفوتوا بسرعة علشان حركة الناس ترجع تاني. من هنا ظهرت فكرة ليه ما نعملش مسرح جريمة افتراضي، خاصة ان احنا بقى عندنا تقنيات جديدة في التصوير زي تصوير 360 درجة زي اختراعنا بدرات الـ VR وزي الليزر سكيلينج ديفايسز اللي بتعمل مسح للموقع اللي حواليها وتعمل ريكونستراكشن بأبعاد وقياسات دقيقة جدا. فتم التعاون مع software programmers اللي بيعملوا الفيديو جيمز وفعلا قدروا يعملوا software للكرايم سين. بقى الدكتور او المحقق يلبس نظارات الفي ار ويطلع ممكن يطلع من اوضه يدخل اوضه تانية، كمان ممكن ان هو يحط انيميشنز بسيناريوهات اللي هو متخيلها ويشوف مدى منطقيتها، ممكن يشيل الدليل بايده ويلفه ويحطه تاني يعني انتراكتيف، ممكن نخلي طلبة يرجعوا يدرسوا على قضايا حقيقية، وكمان ممكن ناخده معانا قاعة المحكمة والقاضي يبقى قدامه سر الجريمة واضحة، وكمان ممكن الشاهد يلبس النظارة بتاعت الـ VR زي ما حصل السنة اللي فاتت في الصين سنة 2018. اللي واقف قدامنا في الصورة هنا ده دونغ كان الشاهد الوحيد في جريمة قتل، وفعلا لبس نظارة الـ VR ودخل جوه قاعة المحكمة والصورة كانت معروضة قدام القاضي والمحامين وكل الحضور في المحكمة، واعتبروا دونغ ده أول واحد يلبس نظارة VR جوه قاعة المحكمة في الصين. من الأدلة اللي ممكن نلاقيها في مسرح الجريمة أكيد الجثة، ومش بس مسرح الجريمة اللي بقى افتراضي، كمان تشريح الجثة بقى افتراضي. تشريح الجثة يعني أوتوبسي، ودي كلمة متاخدة من اللغة اليونانية القديمة أصلها كلمتين، أوتوس بمعنى سيلف وأوبسني بمعنى سينج ويز أيز، يعني معناها إن الدكتور يفتح الجثة ويشوف بعينيه سبب الوفاة، ودي حاجة سبجكتيف يعني ممكن تقديرات دكتور تختلف عن تقدير دكتور تاني، وبالتالي تقرير طبيب شرعي ممكن يختلف عن تقرير دكتور تاني. فقالوا مين من علاج بالأوبجكتيفيتي بتاعت التشريح ويبقى أوبجكتيف دوكيومنتيشن يعني توثيق موضوع للجثة بصور دقيقة ما يختلفش عليها اثنين، خصوصا ان بقى في أجهزة جديدة في الأشعة ممكن نستخدمها. وقالوا كمان ده احنا هنغير اسم التقنية، مش هنغليها أوتوبسي، ده احنا هنشيل كلمة أوتي، أي حاجة هتدل على صبغة ذاتية هنشيلها، فبدل ما كان فيرشوال اوتوبسي سموه فيرتوبسي على طول. ابتدوا يعملوا تصوير فوتوغرافي للجثه ويعملوا مسح سطحي عليها بالليزر ويعملوا اشعه مقطعيه متعدده وكمان رنين مغناطيسي، ولو احتاجوا عينات باثولوجي او عينات من الانسجه يقدروا بابره زي النيد البيوبسي اللي بياخدوها من الاحياء من غير ما يفتحوا الجثه ياخدوها. وكل البيانات دي تتجمع على السوفت وير وتتعرض على تاتش سكرين كبيره. التاتش سكرين دي بتعرض نموذج ثلاثي الابعاد للجثه، ممكن الدكتور يقدر يلفه، ممكن يشيل طبقه طبقه، ممكن يخلي طبقه ترانسبيرنت،
ممكن يعمل زوم على جزء معين ويشوفه من قريب، ممكن يفتح عضو معين يشوف لو كان فيه امراض، يشوف لو كان فيه عمليات قبل كده، لو فيه اجسام غريبه، ممكن يشوف لو فيه رصاصه، يشوف بالظبط المسار بتاعها حتى لو المسار بتاعها اتغير نتيجه انها خبطت في عظمه مثلا او جوه الجسم او كده، ولو فيه كسور بتبان واضحه جدا. ده كله بيفيدنا في ايه؟ ان احنا نعرف سبب الوفاه، وكمان نتعرف على الجثه لو كان في ميديكال ريكوردز قبل الوفاه موجوده، ممكن يقارنوها بالصور اللي جبناها من التشريح الافتراضي. وممكن كمان التشريح الافتراضي بيفيد في حاجات كتيره قوي، يعني هو الصور بتاعته زي ما احنا شايفين اكثر يعني قبولا لدى الاهالي ان هم يعملوها لقرايبهم، لان صورها اقل بشاعه من صور التشريح التقليدي. هنرجع بالزمن لورا. دلوقتي احنا في مدينة نيويورك، عمال بناء وهما بيحفروا، الحفار كسر في حاجة حديد ولقوا جواها جثة، واكتشفوا ان دي ممكن تبقى جريمة قتل، فطبعا اتصلوا بالبوليس، والبوليس جه فعلا عمل مسرح جريمة، وكانوا فاكرين ان الجثة بقالها بس اسبوع، وخدوا الجثة نقلوها المشرحة وخدوا الحاجة الحديد دي، اكتشفوا انها تابوت حديدي. عملوا تشريح افتراضي للجثة، اكتشفوا انها واحدة عندها 26 سنة من اصول افريقية، وبس سبب الوفاة اللي كان غريب جدا، سبب الوفاة ما كانش جريمة قتل، كان فيروس خطير جدا، بس منظمة الصحة العالمية WHO اعلنت القضاء عليه تماما عام 1980. رجعوا عرفوا انها كانت مدفونة في التابوت الحديدي من اكتر من 150 سنة، وان التابوت الحديدي ده هو اللي حافظ على جثتها وخلاهم يفتكروها بس ان بقى لها اسبوع وانها جريمه قتل. رجعوا لسجلات السكان في نيويورك، عرفوا انها واحده بنفس القصه دي بالظبط ماتت عام 1850، كان اسمها مارثا بيترسون. هنرجع تاني لمسرح الجريمه بتاعنا. من الادله اللي ممكن نلاقيها في مسرح الجريمه البقايا العظميه، وعندنا سب سبيشاليتي في الطب الشرعي هو متخصص في دراسه البقايا العظميه، ان هو يعرف هويه الشخص من البقايا العظميه، اسمه فورنسيك انثروبولوجي. احنا ممكن من الجمجمه بس نعرف الايج والسكس والريس. الفيشل ريكونستراكشن مش حاجه جديده، الفيشل ريكونستراكشن تم بس استخدامها في الطب الشرعي في منتصف القرن العشرين، فهي كانت موجوده من قبل كده، وكل ما التقنيات الجديده تظهر كل ما الفيشل ريكونستراكشن يحصل فيه تطور. كانوا بيجيبوا الجمجمة يعملوا منها قالب جبس ويحط عليها علامات بلاستيك في أماكن معينة. بتدل على إيه العلامات دي؟ بتدل على متوسط سمك الأنسجة في الأماكن دي بالنسبة للأشخاص اللي من نفس الإيج والسكس والريس اللي عرفناهم أصلا من الجمجمة. بعدين فنان يسموه فورنسيك أرتست يبتدي بالكلي يحط العضلات بتاعت الراس والرقبة، وبعدين يبتدي يركب artificial eyes، وفي الاخر يحط عضلات الوجه التعبيريه، وفي الاخر خالص ينحت الملامح ويلون ويحط الشعر. النموذج النهائي هو نموذج تقريبي لشكل الشخص اثناء حياته. بعدين الموضوع اتطور وبقى فيه اجهزه ليزر تقدر تعمل surface scanning للسكال، كمان ممكن تعمل فيديو. الفيديو surface scanning دول البيانات تدخل على الكمبيوتر ويعملوا 3D digitalized scan، والكمبيوتر بقى الكترونيكلي هو اللي يحط العلامات سمك الانسجه ويبتدي يعمل ريكونستراكشن لصوره ثلاثيه الابعاد، يقدر الدكتور يوصفها من جميع النواحي. اكيد تقديرات الكمبيوتر بتبقى اكثر دقه من تقديرات البشر، بس في كلا الحالتين مش معترف بيها كدليل في المحكمه، بس بيستخدموها المنظمات اللي بتبحث عن الاشخاص المفقودين فإنها تبتدي لو لقيت جماجم تعمل ريكونستراكشن لشكل الفيس وينشروها على أساس إن لو حد من أهلهم شافها يتعرف عليها. هنرجع برضو بالزمن لمارثا. فاكرين البنت اللي لقوها في التابوت الحديدي؟ مارثا بيترسون. مارثا ما عملولهاش بس تشريح افتراضي، ده كمان عملولها فيشال ريكونستراكشن. هم أعادوا يعني بناء وجهها بناء على إيه؟ هما عملوا أشعة مقطعية أوريدي على راسها، فاستغلوها إن هما يعملوا جمجمة ثلاثية الأبعاد وبالكمبيوتر يعملوا صورة رقمية لها. الطريقة اللي استخدموها مع مارثا هي دي الطريقة اللي بيستخدموها مع المومياوات. كلنا عارفين إن المومياء راسها مش جمجمة، بيبقى عليها أنسجة وساعات كمان ملفوفة بشاش، فبيعملوا أشعة مقطعية على راس الجمجمة ويخليها
ديجيتالايزد 3 دي سكاي، ويا اما الكمبيوتر يعمل لها ريكونستراكشن، يا اما باستخدام 3 دي برينتنج الطباعه ثلاثيه الابعاد يعملوا نموذج بالضبط بنفس القياسات الجمجمه، ويبتدي الدكتور يركب على الفرنسيك ارتست يركب عليه العلامات البلاستيك ويبتدي يعمل تمثال على شكل الشخص اثناء حياته. من اشهر الامثله على الموضوع ده اعاده بناء وجه الملك صاحب القناع الذهبي توت عنخ امون. سنه 2005 دكتور زاهي حواس قاد فريق من العلماء فرنسيك ارتست اند فرنسيك انثروبولوجيست، وفعلا قدروا يعملوا اعاده بناء لوجه الملك توت عنخ امون، وكان حدث عالمي ساعتها واتنشر على الغلاف بتاع مجلات عالميه. نرجع برضو لمسرح الجريمه. من الادله المهمه جدا اللي ممكن نلاقيها هي الادله البيولوجيه اللي ممكن نطلع منها عينه دي ان ايه. بصمه الدي ان ايه فريده، مفيش اثنين بصمه الدي ان ايه بتاعتهم واحده ما عدا الايدنتيكال توينز. الايدنتيكال توينز بصمه الدي ان ايه بتاعتهم واحده، اي حد غيرهم احتمال ان بصمته تتشابه مع حد تاني هي 1 in trillion، واصلا تعداد سكان العالم لسه متجاوز 7.5 مليار، وتريليون 1000 مليار، فتقريبا مستحيل. اساس تحليل الدي ان ايه هم ياخدوا العينه يطلعوا البصمه الوراثيه منها وبعدين يقارنوها بسسبكتس او متهمين. ساعات ما بيكونش عندنا متهمين اصلا. قالوا ليه ما نستخدمش التقدم في علم الجينيتكس ونبص على الجينات نفسها نطلع منها صفات شكليه، ومن هنا ظهر الدي ان ايه فينوتايبنج، ان هما يبصوا على جينيتك ماركرز او دلالات جينيه معينه ومنها يعرفوا شكل خارجي، ومش بس كده ده يجمعوا البيانات كلها ويعملوا صوره بورتري من الدي ان ايه، سموها الدي ان ايه سناب شوت. عرفوا يعملوا دراسات على لون العين، لون الشعر، لون البشره، الطول، شكل الوجه، المسافات بين ملامح الوجه، العمر، قدروا بقياسات معينه يحددوه في حوالي 3 سنين فرق عن الكرونولوجيكال ايج او السن الزمني الحقيقي. كمان يعرفوا الانسيستريز، يعني يعرفوا اصوله افريقي ولا اوروبي ولا اسيوي وهكذا. وكل البيانات دي تتجمع على الكمبيوتر ويبتدي يطلع لنا صوره الشخص بس من عينه الدي ان ايه بتاعته. هنرجع بالزمن بقى بس المره دي سنه 2010. احنا في حديقة اسمها روبنز لودج بارك في مدينة اسمها ديفي في ولاية فلوريدا في امريكا. واحدة وهي ماشية على الممر اللي قدامنا ده في عز النهار هجم عليها شخص مسلح وفعلا شدها برا الممر وغطى وشها بلبسها وقام باغتصابها. راحت للبوليس كشفوا عليها وخدوا منها عينات وفعلا طلعوا عينة الدي ان ايه والبصمة الوراثية بتاعت الشخص المغتصب، بس للأسف هي ما شفتش في حد، هي ما شفتوش أصلا، وفضلت القضية 7 سنين من غير ما تتحل. سنة 2017 البوليس في مدينة ديفي سمع إن في شركة تعلن إن من عينة الدي إن إيه يقدروا يجيبوا صورة لشكل الشخص. فعلا بعت لهم العينة، وأول ما رد عليهم بالتقرير ده إن هو شخص لاتيني لونه بني فاتح عينيه لونها بني وشعره أسود، نزلوا على طول على المكان اللي حصلت فيه الجريمة. وابتدوا يسألوا عن شخص بنفس المواصفات دي، وفعلا لقوا ان في واحد بيشتغل في مكان قريب من المكان ده نفس المواصفات الموجودة في التقرير، وراحوا فعلا ياخدوا منه عينة الدي ان ايه ووجدوها مطابقة تماما للعينة اللي متاخده من 7 سنين من الضحية، وفعلا تم القبض عليه واتهامه باغتصابه. بالرغم ان اغلب التقنيات الجديدة في الطب الشرعي مكلفة الا اننا اكيد بنمشي في اتجاه الاوبجكتيفيتي، يعني ادواتنا تكون اكثر دقة وان الهيومن بايس تقل، بس دايما نلاحظ ان المجرمين دايما سابقنا بخطوة واحنا مجرد رد فعل. هما يعملوا جريمة احنا ندور ازاي هنحلها ونكشفها. فكروا ليه ما نحاولش نتوقع الجريمة ونمنعها قبل ما تحصل. قالوا نعمل دراسات على behavioral patterns من السوشيال ميديا، بس طبعا دراسات زي دي هتتعرض لخصوصية المشتركين فآلية تطبيقها لسه مش معروفة قوي. فهل فعلا ممكن نسبق المجرمين بخطوة؟ هل في يوم من الأيام هنقدر نتوقع الجريمة ونمنعها قبل ما تحصل؟ هل هنقدر نرجح كفة الخير في صراع الأزل بين الخير والشر؟ أكيد نتمنى. شكرا.
Thank you.